السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على الفيضان خاص في المغرب. إذن حاليا قبل قليل اكتشفنا فيضان خطير جدا في الشمال بحسيمة، كارثة. إذن عاصفة رعدية اللي هجمت على الحسيمة، إذن كما شفتوا الفيديو في البداية. إذن هذا الفيضان اليوم خصوصا أمطار غزيرة 50 ملم اللي اكتشفنا خاص البارح، خاص في تطوان، شفشاون، طنجة، هاد المناطق كلهم فيهم أمطار غزيرة. ولكن حاليا توصلنا بالفيضان قوية خاص في حسيمة. اللي عليكم هو تبعد الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وغادي نشاركوا معكم المزيد ديال الامطار غزيره خاص في المغرب. اذا طنجه، تطوان، شفشاون، الحسيمه، هاد المناطق كلهم فيهم عاصفه رعديه. اذا 50 ملم في الساعه ماشي سهله، واكتشفنا كارثه الاولى وفيضان اقوى خاص في الحسيمه. اذا هاد العاصفه رعديه اللي هجمت على هاد المنطقه ديال الحسيمه وسببت الخسائر